هلا بدنا نحكي عن موضوع شوي ممتع لمرضانا. بدنا نحكي شو الخرافات والقليل من الخزعبلات التي تمر علينا في طب الأسنان في اختصاصاتنا. نبلش مع دكتور علي أبو نعمة. شو أكثر طبعا بالعصب كتير في خرافات، يعني بيجيك مهبة ودب من قصص طبعا. هلا مثلا ممكن يجيك المريض يحكي لك دكتور انت كيف عملت لي علاج عصب بجلسه واحده؟ انا متعود علاج العصب يكون بست سبع جلسات. لازم اروح واجي اروح. اذا ما رحتش واجيت بكون العلاج مش مزبوط. هنا برجع بحكي انه الطبيب المتمرس على علاج العصب سواء كان اخصائي او طبيب اسنان عام هو قادر انه يعمل معظم الحالات في جلسه واحده. معظم الحالات طبعا اذا حي او في حالات الاغلبيه قليله اللي بيكون فيها الخراج في مرحلته الحاده، يعني الاكيوت ابسس من اجل العلاج او بنخليه على اكثر من جلسه. هاي احد الخرافات انه علاج العصب ما بصير بجلسه واحده. الشغله الثانيه انه علاج العصب بضعف السن. انا هيك كثير بسمع، ما انا يا دكتور عملت عصب السن فصار ضعيف. هش هلا انا بدي احكي انه علاج العصب ما بضعف السن. هلا ممكن في 5% يعني نتيجه علاج العصب ممكن يعمل شويه نشفان، هاي 5%. مزبوط. انا معلش دكتور علي بدي اقطعك بس عند هاي لانه بدي احكي عنها براحه. بدي اخذ اتصال من ابو اسامه ونرجع لهذا الموضوع. ابو اسامه تفضل انت على الهواء. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا حكيم. اهلين حكيم. انا في عندي طفل عمره 4 سنوات ونص. هاي تفضل معك الدكتوره فرح خريشه اخصائيه الاطفال، اسالها اللي بدك اياه. راسي. الطفل عندي عنده اسنان وطواحينه مسوسات وفي طواحين مكسره يعني واصل العصب. بس عندي كيف تعرف انها واصله؟ شو عرفك انها واصله العصب؟ ما اخذ دكتور اكيد لانه الطواحين مكسوره ومحفورات كثير لجوا. فقادر انك تقيم انه بواقي جذور. صح مزبوط. يمكن على الاغلب كلامك. في له عمليه اسنان. هو في له عمليه اسنان تخدير عام. تخدير عام، بس الطفل ما بتخدر، هاي مشكلتنا انه الطفل ما بتخدر. كيف الطفل ما بتخدر؟ ليش الطفل ما بتخدر؟ مين قال لك انه اسباب صحيه؟ الاطباء عندنا مستشفى الجامعه الاردنيه بقول لك الطفل ما بتخدر لانه عنده عوارض مرضيه ثانيه. يعني يعني في عنده ظرف صحي. ممكن تحب تحكي لنا شو هو الظرف الصحي اللي بيمنعه من التخدير العام ولا ما بتفضل؟ نفس الطفل ما بتخدر، يعني هو خاص يعني جاي. ليش قالوا لك انه مثلا عنده مشاكل بالقلب؟ مشاكل جهاز تنفسي. مشاكل جهاز تنفسي. فانت عم بتدور على حل لهي المشكله؟ نعم. طيب هو غير متعاون يعني مع الاطباء؟ هو هل هو متعاون الطفل متعاون ولا مش؟ هاي مشكله ما برضى يفتح فمه. طيب شكرا على سؤالك، سؤالك كثير مهم ابو اسامه. ان شاء الله احنا هلا بنحاول نستغل لك. هو عنده يعني المشاكل اللي عنده. تفضل. هو الولد عنده ارتخاء بالحنجره، عنده ليونه بالعضلات، التهاب رئوي، التهاب قصبات هوائيه. يعني فضل طبيب التخدير رفض تخديره كامل، يعني بقول لك الطفل لو خدرنا احتمال ما يصحاش. صح هي عم بتقول الدكتوره فرح توافق الراي انه لا يحبب التخدير عام في هالحاله. ان شاء الله يا رب رح نحاول نعطيك حلول ولو كانت ركز معنا، حنحاول نعطيك حل بعض الحلول في هاي الحالات الصعبه. ممكن يكون بدها متابعه وفتره زمنيه طويله. دكتوره فرح بليز، ابو اسامه عمر الطفل تبعه 4 سنين ونص، كيف ممكن يساعده وما بيقدر يحصل على التخدير العام ومش متعاون؟ هلا المشكلة انه هو عنده بالاشي اللي كتير مهم، يعني مثلا مش عنده انيميا، مش عنده مثلا فقر دم، او ما عنده مشاكل بالقلب، عنده مشاكل بالجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي الايروي اول ما بتنقذ التخدير اهم شيء مجرى التنفس. الاي بي سيز بسموه، احنا بنسميهم الاي بي سي طبيا، الا وهم الاير واي بريذنج سيركيليشن. وهدول اول تنتين تعتمد على الجهاز التنفسي. فيه هو ما يزعل من دكتور التخدير، على هو خايف على ابنه اكثر منه. طبعا حريص على حياته. ما لا يعني لو في اي مجال انه يساعده كان خدر. طيب اي نوع تعاني تخدير مثلا غاز الضاحك رح يعتمد على الجهاز التنفسي. الا اذا بده ياخذ على الجلسات ياخذ حميل معينه من ادويه معينه طبعا اخصائي اطفال ومعه دكتور تخدير وبنقدر نقوم بالعلاج. بس كمان لازم يتشيك انه كثير اشياء مثلا في عنده ممكن مشاكل دم. يعني بدي اوضح هاي النقطه.
في حل لطفل ابو اسامه؟ يعني في حل هلا يعني الحل الايديال المثالي لطفل مش راضي عنده كتير اسنان تسوس وعنده كتير تعبان، هاي هو التخدير العام ومشاكل لانه شغل بالضبط هو بس لانه بحالته بدنا نلاقي حل تاني، ما رح تضل ما بتقدر تترك طفل موجوع بس بنفس الوقت اكيد مشاكل الارتخاء والتنفس يعني بتمسك كتير اشياء تانية، يعني ممكن عنده يكون مش عارف احكيها بالعربي congestive heart failure، ممكن عندك اشياء تانية غير يعني هلا عنده فشل في القلب. كل واحد سبحان الله بيشوف ابنه بس بده خايف عليه، يعني بده يحل المشكلة، بس ما هو عشان تحل مشكلة اسنان لبنية ممكن انه تغامر بحياة بالضبط، هو لازم تشيك اب عند تيم. طب حرام هذا الطفل يعني عم بعاني من الم متواصل من اسنانه من بنحل، بس اهم شيء ينعمل تشيك اب كامل عليه من كل شيء من قبل اخصائي. طب شايفين اخصائيين اطفال بقول لي بمستشفى الجامعه اطفال قالوا له تخدير عام؟ لا بس في يعني في كثير مثلا تحاميل ادويه معينه بيقدر يتحملها، ممكن انه نعطيه اشياء قليله مثل تحاميل تخليه يصير متعاون اكثر، مش يعني متعاون على القليل مرخرخ يعني اسوأ بالضبط نعسه بتريحه تضطروا يعني مثلا يمكن تشدوا عليه هذا الطفل شوي وتفتحوا فمه بشوي من القسوه اللي هي ما انتم ما بتحبوها انتم اخصائيين، ما حدا بيحبها اكيد يقسى على طفل صغير، بس اذا موجوع مش قادر يعني بالعاده شويه تربيط بس. طيب ممكن انه الاهل، انا كنت عم بفكر انه ممكن الاهل يقعدوا مع الولد ويقول له يا بابا يا حبيبي وبنعمل لك، يجي زياره عند طبيب الاسنان اول مره بس لعب وضحك وهيك وما يعمل له شيء عشان نكسر حاجز عدم الائتلاف هذا. دكتوري يمكن البروبلم مش يعني اللي بحكيها ابو اسامه مش مشكله حتى اوكي، بس الدنتال تريتمنت هي نفسها يمكن تكون تشكل خطر على حياته. طيب ممكن سبسس ممكن تعمل بكتيريا يعني فممكن انه يتابع مع اخصائي اطفال مع غيرها يعني كمان مش اخصائي بس اسنان اطفال مع طبيب ترجع للجامعه الاردنيه في دكاتره يعني ومن سري انا خريج جامعه الاردنيه واساتستي يعني من اربع ما يكون بالجامعه انا الأردنية. واثق على انهم قادرين مع متابعتك مع تيم كامل بس الله يعينكم، يعني بدها مثابرة ومتابعة بالمنزل تشجيع للطفل ومتابعة وإصرار مع الطبيب لإيجاد حل، حتى ولو كان مضطر الطبيب في بعض الأحيان أنه يقسو على الطفل عشان يعطي صحة أحسن. معنا اتصال وبعدين على السريع بدنا نسكر آخر حلقة لا تمل. تفضل حسان أنت على الهوى معنا، تفضل. مساء الخير للجميع. أهلا مساء النور. الله يسعدك. أنا أقول للدكتور فرح خريجة، أنا عندي طفلة عمرها 9 سنوات. تسع سنوات الله يحملك اياها. الدماغ عندها ضمور في الدماغ، ضمور في الدماغ وطواحينها ممسوحه مسح كثير يعني ومتاكله. ايوه فكيف الطريقه مثلا لحل المشكله هاي؟ طب شافها دكتور اطفال قبل بالعادة كمان في كان عرضتها على اخصائي سيد حسان أطفال. عرضتها على اخصائي علاج اسنان اطفال؟ والله انه اخصائي لا، اما على طبيب عادي يعني الاسنان الاماميه قدرت اني مثلا اخلعها. انا بنصحك انك تتوجه اتصور الدكتور فرح بتوافقيني؟ اكيد خاصه اذا ضمور دماغ لازم دكتور اعصاب اطفال يكون معنا، دكتور اعصاب اطفال ودكتور اخصائي اسنان أطفال. طب اسنان اطفال لانه بياخذوا ادويه. هو هي بتاخذ بنوتك ادويه بعد حسان معنا؟ حسان تاخذ بنتك ادويه؟ حسان تاخذ ادويه لانه بعد ضمور دماغ فقدنا الاتصال مش معنا حسان عنده مشاكل حسيه وحركيه. طيب على السريع بدنا نختم. سيد حسان احنا نتمنى لبنتك بنوتك كل الصحه والعافيه يا رب، ننصحك بالمتابعه مع اخصائي اعصاب اطفال واخصائي اسنان اطفال سوا ممكن يلاقوا حل للمشكله. كذلك سيد ابو اسامه بنتمنى لطفلك اللي عمره 4.5 سنين انه حاله احسن. شكرا لكم. نصيحه سريعه دقيقه ثانيه معالجه هي دوريه انه تشيك ابس دائما للصغار تشيك اب دوري او المتابعه كل 3 لـ6 أشهر عشان ما يكبر التسوس، عشان ما الاطفال ما نحطهم موقف انه ابره يعني تكون زيارة لطيفة أكثر إشي بالدنيا. بالضبط. دكتور علي نصيحة صغيرة، إحنا ما كملنا المعلومة إنه ما تقلقوا من العصب إنه فاضي صار هش السن. نصيحة أبدا نصيحة ما تستنى على ألمك، ما تأخذ أدوية بدون ما تستشير طبيبك،
توجه للطبيب يمكن يكون عنده الحل خلال 5 دقائق. بالضبط، ما تشتغلوا على راسكم، ما تكسوا حبات اسبرين تحطوها على السن، ما تقرطوا قرنفل، هذه كلها حلول مؤقته، وحبه الاسبرين على السن ما بتفيد، لازم تبلعوها وتتفوت بالدم يمتصها وتوصل للسن. اما تكسر حبه الاسبرين او مسكر القلم تحطها على السن برضه من الخرافات المتبعه في طب الاسنان اللي بنحب ننهيها ان شاء الله يا رب. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، كنتم معنا في أطباء على الهواء، وكانوا معنا الدكتور علي أبو نعمة والدكتور فرح خريشة. شكرا على حضوركم، عزبناكم معنا اليوم. لا أبدا بالعكس. نراكم في حلقة تانية إن شاء الله كمان للأسنان، ورح نحكي بمواضيع أخرى وممكن نرجع للأطفال والعصب في المستقبل. شكرا لكم، خليكم معنا، بنشوفكم الأسبوع الجاي على الساعة 7:15 كما عودناكم حصريا على نورمينا أطباء على الهواء. مع السلامة. We'll be right back.